دامت الخسة أكثر من ليز تراس، هذا عنوان صحيفة نيويورك تايمز لمتابعتها تنحي ليز تراس عن منصبها كرئيسة الوزراء بعد 45 يوما من تعيينها. الحكاية بالنسبة للجميع باستثناء ليز تراس بدأت عندما طرحت صحيفة ديلي ستراس أو ديلي ستار تحدي مباشر على الإنترنت متسائلة أيهما يصمد أكثر، ليز تراس أم الخسة. هذا التحدي تحول لمادة ساخرة اجتاحت العالم قبل أن تعلن تراس استقالتها أخيراً في 20 أكتوبر الجاري، لتخرج عدة صحف ومواقع بريطانية وعالمية مؤكدة أن تراس فشلت حتى في تحديها مع نبتة الخسة لتغادر تاركة بلادها في وضع لا تحسد عليه. ليز تراس باتت صاحبة رقم قياسي، فهي صاحبة أقصر ولاية لرئيس وزراء في بريطانيا على الإطلاق. لكن من جهة أخرى، ليز تراس هو في أقصر ولاية على الإطلاق عاصرت ملكين، الملكة إليزابيث والملك تشارلز. ومن الجوانب الطريفة التي انتشرت على الإنترنت إعلان لتأجير مبنى 10 داونينج ستريت على منصة Airbnb على أنه مكان مثالي للإقامات القصيرة. نتوقف أولاً مع معلومات فريدة مع رميس وعن واحد من أشهر بيوت الحكم في العالم 10 داونينج ستريت. لمبنى 10 داونينج ستريت تاريخ عريق مع عشرات رؤساء الوزراء الذين مضوا، وبقي هو شاهداً على إنجازاتهم التاريخية وصورهم التذكارية فيه، تسمية أخذت من السير جورج داونينج الذي بناه إضافة للمباني المحيطة به من منطقة ويستمنستر. اشتهر المبنى ببابه الأسود اللامع، وهو مقر الإقامة الرسمي لرئيس وزراء بريطانيا المنتخب في كل مرة، حيث يتميز بموقعه قريباً من البرلمان وقصر باكنغهام. استغرق بناء 10 داونينج ستريت 3 أعوام، بداية من 1682 وحتى 1684. يتكون المبنى من 3 طوابق أعلاها مخصص لسكن رئيس الوزراء وعائلته، ويحتوي على 100 غرفة. أما الطوابق الأخرى فتستخدم كمكاتب وقاعات استقبال لرؤساء وزعماء وسياسي العالم بأكمله. The Conservative Party with a mandate to change this. على كل المزيد تنضم إلينا في الاستوديو جيلان فطايري مقدمة برنامج من المصدر في العربية. جيلان يسعد صباحك، أهلا صباح بك. صباح الخير نبيل. طيب جيلان، نبدأ من حيث بدأ التحدي الطريف على الصحف البريطانية، كيف بدأت القصة؟ بدأت القصة مع ديلي ستار البريطانية، وهي صحيفة غير منتشرة كثيرا، وهي تعتبر من التابلويد أو الصحف الصفراء، لكنها انتشرت كالنار في الهشيم بمواقع التواصل الاجتماعي وحتى الصحف كبرى الصحف العالمية نيويورك تايمز وواشنطن بوست وجميع الصحف بالعالم تناولت الخبر نقلا عن ديلي ستار هذه الصحيفة غير منتشرة في بالإجمال يعني. لكن هذه الصورة المقارنة بين الخسة وليز تراس أخذت انتشار واسع، طبعا هذا كنوع من تذكير بالعد العكسي للأيام المتبقية لليز تراس في على رئاسة الحكومة البريطانية، طبعا بعد استقالة وزير ماليتها بعد يعني الإعلان عن خطته المالية التي وصفت بالكارثية والتي أحدثت زبزبة في الأسواق المالية العالمية. بعدين وزيرة الداخلية طبعا. هذا كان مثل العد العكسي للأيام المتبقية لليز تراس، وطبعا أخذت هذا الرواج. طيب هل اقتصر هذا الموضوع فقط على صحيفة ديلي ستار، أم مثلا انتشر في صحف تابعة لدول الكومنولث مثلا؟ نعم، هذا سؤال يعني بمحله، لأنه هذه الصورة هي مستوحاة من مقر رأي في The Economist. The Economist هي أول من عملت هالمقارنة بين الخسة وليز تراس، عندما كانت عم بتحاول تقول أنه هي احتسبت، عملت احتساب للحكم الفعلي لليز تراس واحتسبتهم 7 أيام، الأيام يلي بتعيشهم الخسة هي 7 أيام، احتسبت من يوم دخولها للرئاسة ب 23 سبتمبر لحديد ما أعلن عن خطتها ببعد أيام، وتخللهم 10 أيام من الحداد الرسمي على وفاة الملكة
الامريكي يعني احتسبت كل مجموع حكمه 7 ايام. فذا ايكونومست هي اللي اول من عمل هالمقارنه، ورئيس تحرير اندرو بالمر هو رجع اعلن انه انا أول من أطلق هذه المقارنة، بالرغم أنه The Economist عادة هالمجلة البريطانية المرموقة ما بتقول الكاتب المقال أو مين يعني كاتب المقال أو الرئيس، وهو رجع طلع وحكى أنه هو اللي صاحب هالفكرة يعني. طب جيلان، ما دامنا نتحدث عن الإعلام البريطاني وتعاطيه مع هذا التحدي، ماذا عن موقف الإعلام الداعم لحزب المحافظين حيث تنتمي لستراس؟ نعم، دعونا نذكر أن هناك كان دعم كبير لستراس قبل ما تفوت لرئاسة الحكومة، وكانت هي كل الإعلام كتير عم بيروج لها ويعمل لها مقابلات ويلمع لها صورتها، وكان فرصة ضئيلة جدا مثل ما بتتذكروا، ضئيلة جدا بالفوز. وكان الأكثر ترجيحا هو وزير المالية تبع بوريس جونسون ريتشي سوناك، وهو من أصول هندية، هو اللي كان المرشح الأبرز والأكثر ترجيحا بالفوز. فشنوا حملة ترويجية لتراس طبعا بدعم من جونسون بالديلي ميل، وهي صحيفة شعبوية من المحافظين تستهدف الأرياف والناس متوسطي العلم، هيدول استهدفون بالديلي ميل، وطبعا وحذروا من أنه يكون على رئاسة الحكومة حدا من أصول هندية، فركزوا على هالنقطة. وكمان طبعا ديلي تيليغراف وهي صحيفة محافظة تستهدف الديسيجن ميكرز ببريطانيا أو صناع القرار ببريطانيا، كمان ركزوا على تلميع صورتها أنه هي القائدة اللي رح تنقذ بريطانيا. طبعا بالعكس اجت نتيجة عكسية. وطبعا دي ديلي اكسبريس يلي هي اقل انتشارا، كلها عوامل ادت لترويج وتلميع صورتها على فترات. وبس حتى لما اعلنوا الخطة الكارثية، لما اعلنوا عن خفض الضرائب من دون يعني الاعلان عن بدائل للمردود المالي المتأتي من هذه الضرائب، هللوا لها الصحف المحافظة، هللت لها انه هي خطة يعني تاريخية بتاريخ بريطانيا وخطوة جيدة في الاتجاه الصحيح بالسياسة المالية البريطانية. وعلى كل حال للمفارقة بين ترس والخسة مثل نقوله ونردده دائما، كبرت الخسة براسه. هذا المثل معناته لمن يعتقد بأنه وصل صح وأنه صار، لكن ليس المهم الوصول بل المهم الاستمرارية صح. والنجاح. نورتينا، شكرا جزيلا. شكرا.